يا رحلة ما تمت. اللي مثل سارة اليافعي، عبد المجيد الرهيدي، نيفين. اللي ألف عبد الغني الحاصل. بطولة وإخراج محمد بكر. يا رحلة ما تمت، يا رحلة ما تمت. لا 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 لا، المدموزيل تبكي؟ خير؟ ليه كنت قاعد ازعلك كمان؟ نودو مزال بيك ما زعلني، هيدا بيي. ليش؟ انا مش زعلانة منه، انا زعلانة عليه. هو تعبان ومرق رمضان وما شفته. بصراحة اشتقت لهم لأهلات كتير، واشتقت لأجواء رمضان معهم. والله بصراحة ما ألومك، يعني رمضان بلبنان معروف انه لا يعوض، ولا حتى الأهل ما تقدر تعوضيهم بكنوز الدنيا. زي ما انت شايفة يعني كلنا بنفس الحالة. معك حق. يلا الحمد لله على كل حال، ورمضان شهر بركة وكريم والله أكرم. يلا دحينا، ترى معروف عن اللبنانيين إنهم فرفوشين. يلا وريني أحلى ابتسامة. شو يعني هلأ عم تاخديني على قد عقلاتي؟ ليه عقلك صغير يعني؟ ما دو مازال. طيب يلا ابتسمي. يا شيبة احترم نفسك. ليه اسم؟ احصل عندك حبوب صداع؟ قول اسمي اول. خلاص يا عم ابو جيهان فكني، بس عندك حبوب صداع؟ لا عندي حبوب كيرم. تستهبل انت؟ وايش دخلني انا في حبوب الصداع؟ شوف يا حبيبي، انا عندي حبوب ضغط وسكر واعصاب، اذا تبغى منها بعطيك. قال لي حبوب صداع. وغريبه يعني اليوم ما شفتك بتتصل على المماء. اعوذ بالله، امتحن امي. ليش اصلا انا اللي غلطان؟ انا اللي غلطان اني طلبت منك شيء. خلينا نروح عند الشباب احسن لي. يا توم جيري، بالله حصل عندكم حبوب صداع؟ الله، ايه ده؟ لا وين هو انت مصدع وانت الصداع بزاته؟ يخرب بيتك، مصدع ازاي يعني؟ من صدقك وائل، تحس عندك عوار راس؟ يا اخي راسي وجعني يا اخي، مصدع ماني قادر افتح عيوني. عيل روح نام، يمكن يروح وياك العوار. يا الله، ذول ما من امهم فايده. خير روح لوظيفه احسن. لو سمحت يا مزمزيل. تفضل مسيو. احصل عندك حبوب صداع؟ راسي حينفجر. لا يا حبيبي، شو لحق راسك يوجعك؟ الظاهر انه وجعك من الحكي اللي اخذته على راسك من الشباب. ما انا سمعت كل شيء. انت والزمن علي. مع نفسك، خلينا نروح للكابتن احسن لي، هو اكيد اللي عنده الحل. ان شاء الله تلاقي عنده شيء. يا سعدت له القبطان. ايوه. حصل عندك حبوب صداع؟ كيف حبوب صداع؟ حبوب دواء صدع يعني؟ وجعني. طيب شايف الدرج اللي فوق؟ افتحها. ايوه ايوه، في شنطه صغيره خذها وافتحها بعد. فين؟ ايوه خلاص خلاص خلاص. أيوة. لقيتها يا كابتن، لقيتها الشنطه، بس العبه فاضيه. والله من بدايه الرحله وراكبك النحس. كله بسبب ابو جيهان. يا حبيبي انت يا روح الماما، خد هالحبه، عن جد شفقني قلبي عليك. اخيرا، شكرا يا شيخه، شكرا. ولا يهمك مسيو. الساده الركاب، حرصا لسلامتكم الرجاء العوده الى مقاعدكم وربط احزمه الامان، وذلك لوجود مطبات هوائيه ومنخفض جوي، وقد تستمر هذه المطبات قرابه 10 دقائق. مسيو مسيو، في ريحه شيء عم يحترق، الهيئه طالعه من المحرك. بليز خلينا نتاكد من الموضوع، حركة الطيارة مش نورمال. ناتالي أنا عارف، هيدي منا مطبات هوائية. تهدأي شوي، أنا مو حابب أخوف الركاب. لا مسيو هيك غلط، لازم نخبرهم بصراحة كرمال يعني يعملوا احتياطاتهم ويلبسوا اللايف جاكيت. السادة الركاب، تتعرض الطائرة لحريق داخل المحرك الأول، حرصا لسلامتكم الرجاء تجهيز ستر النجاة، وسنحاول جاهدين الهبوط بسلام في مطار صنعاء الدولي عاصمة جمهورية
رحمتك يا رب. رحمتك يا رب. أغثني يا الله. أغثني يا الله. يا الله. أبشر موتي. أنت طالع يا عقل. أرحمني. الكابتن هذا قلت لك. أنت طالع يا عقل. يا رب. أمر بحياتك. يا رب. ما كان لحاجة. يا رب. يا رب. أرجو الهدوء. أرجو الهدوء. سنحاول جاهدين بالهبوط بسلام في مطار صنعاء الدولي عاصمة جمهورية اليمن. مسيو دخلك قديه باقي على مطار صنعاء تنوصل؟ تقريبا حوالي ربع ساعة. خلاص أعطيهم إشارة الهبوط. طيب الحمد لله. يلا رحمتك يا رب وسترك. إن شاء الله يا رب يستر. كنتم تستمعوا لرحلة ما تمت. شارك مع الممثلين محمود سعد، عبد العزيز الفرحة، سلطان النقادي. اللي سوى الموسيقى والمؤثرات المهندس أحمد الشعيب. التسجيل والهندسة الصوتية استديوهات الصوت الرقمي في جدة. إنتاج وإشراف صالح العرياني. يا رحلة ما تمت.